الشهداء هذا شرف عظيم ومهمة مستحق الشهداء. فألف شكر سيدة المديرة، سيدة المديرة لا يكتمل إلا بطاقمك التربوي. ونشوف هنا الأستاذات، والمقولة لأستاذنا مؤرخنا سي محمد الحسن قال نحن قال أنني أكتب لهؤلاء للحب والذين يحبون للصورة الحقيقية عن تاريخ بلادهم، لأن احنا ربما كمربين ما قمناش بالواجب تاعنا. لابد نحن الذين ننقل هذه الصورة الحقيقية لأبنائنا، لم يكن إلا بفضل الرجال. صدق الله العظيم، بوركت يا بنيتي وبورك من علمك. اذا كيما في الروح في الشهيد فتح العربي جايه من شهيد وما وقف في وسط الشهداء، وغادي تقرا لنا افتتاحيه المدرسه. تفضلي بنيتي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. حللنا بينكم اهلا ونزلنا سهلا، لنا عظيم الشرف ان تضع اقدامنا هذه الارض الطيبه التي تعبق بدم الشهداء وتفوح بطيب البطوله والشهاده للرجال على تراب الوانشين، ونصعد القمم وكلنا همم. علنا يوما نبلغ ما بلغه اسلافنا من علو الهمه في خدمة الأمة، فيكتبون التاريخ كما كتبهم بحروف من نور، ونكسب رضا الله ورسوله الكريم. وإذ نحن وسط هذا الجمع الكريم وسط أهلنا، فزفوا إليكم التحية والسلام من أهل وهران، ونرجو أن نقضي معا سويعات ننهل مما تجود به قرائح مؤرخي المنطقة الأفاضل الذين كان لهم الفضل في إحياء ذاكرة المنطقة الجزء الغربي من الوانشاريز، فهم من شجعنا على زيارة هذه المنطقة الرائعة روعة صانعي مجدها، حتى تكون لنا أول محطة ميدانية في التعرف على ذلك.